قام اليوم أبطال كتائب شهداء باب عمر بتاريخ 23 من الشهر 11 تشرين الثاني بتدمير حاجزين للجيش الأسدي وقتل من فيهم من جنود الأسد وشبيحته وكلابه، بعد تدمير دبابتين تي 72 والحصول على 2 دوشكا وهذه الذخائر والبنادق من هذه الحواجز. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحميد. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.